حملة استجابة عاجلة أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي للإسهام في تصريف وشفط مياه الأمطار من الشوارع والأحياء السكنية بمدينة عدن من أجل تجنب تفشي وانتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى فتح الطرقات لاستمرارية حركة السير والمواصلات بشكل طبيعي. الحملة شملت تقديم مساعدات إغاثية وإيوائية للنازحين بهدف مساعدتهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم. وسير الهلال دفعة عاجلة من الخيام والطرابيل للنازحين في مخيم الرباط بمحافظة لهجة، قام بتوزيعها للأسر التي تعيش بلا مأوى نتيجة سيول الأمطار الغزيرة، حيث وصلت دفعة أولى من الخيام مع الفريق التطوعي الذي يقوم بتركيبها، وسيتم توفير دفعة أخرى إضافة إلى طرابيل ومساعدات غذائية خلال الساعات القادمة. النازحون ثمنوا هذه اللفتة الكريمة من الهلال وتلمسها أوضاعهم الصعبة. نشكر الهلال الأحمر أولا على وقفته معنا يعني في الظروف دي. احنا تعرضنا امس في المطر الحمد لله رب العالمين، ولكن تضررنا عفوش بالنسبه للاكل بالنسبه لكل حاجه الحمد لله يعني، بس اللهم لك الحمد. الان واقف معنا الهلال الاحمر فضل الله سبحانه وتعالى، جيب لنا خيام وان شاء الله باذن الله انه ما يقطعنا باذن الله. مشكورين جزاكم الله الف خير. لنا الهلال الاحمر مساعدات من اكل من بر من رز من كل حاجه يا صراحه. ودحين اول ما شاف احنا متضررين من المطر ومن الاصفر اللي وقعنا علينا جابوا لنا خيام، وقفوا جنبنا من الصباح ذا رايحين واجين يصلحوا لنا خيام، جزاهم الله الف خير وربنا ان شاء الله يوفقهم في حياتهم كلها. يشار الى ان المبادرات الاماراتيه ليست الاولى، حيث سبق وتم تقديم الدعم للنازحين بمحافظه لحج خلال شهر رمضان المبارك.